عقوبات تجميد أي أصول قد يكون المصرف يملكها في الولايات المتحدة، وكذلك منع الشركات الأمريكية والرعايا الأمريكيين من التعامل معه. كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الهواتف الخليوية التي يملكها رامي مخلوف. وللمزيد من التحليل معي من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي السوري السيد عهد الهندي. سيد عهد، كيف تنظر إلى كافة هذه الإجراءات الدولية التي كما يبدو أنها تحاول الضغط بشكل مباشر وإيصال رسالة مباشرة للنظام بضرورة التوقف عن قتل شعبه؟ شكرا لك. بالبداية نرى بأن هذه الخطوات خطوات إيجابية على الرغم من أنها جاءت متأخرة. العقوبات التي فرضت اليوم على المصرف المركزي السوري هي سوف تحد من قيام النظام بتمويل المؤسسات الأمنية فيه والتي تقمع وتقتل المتظاهرين في سوريا. نحن نطمح لعقوبات أكثر تتبع الدول الأوروبية الموقف الأمريكي. أيضا هناك عقوبات وقد سمعنا عنها وتخرج من مجلس الشيوخ الأمريكي، وهي سوف تستهدف قطاع الطاقة في سوريا وقطاع النفط في سوريا، والذي يكرر في عدة دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا. وهناك دفع بهذا الاتجاه لتطبيق عقوبات على قطاع النفط السوري والذي يشكل الممول الأساسي لأجهزة الأمن السورية. طيب سيد أحد، ذكرت بأن هذه الإجراءات لا تعد كافية، في رأيك ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتبع هكذا إجراءات حتى تكون موفقة في اتجاه إيقاف نزيف الدم في سوريا؟ على المجتمع الدولي بشكل أن يجمع على أن بشار الأسد فقد شرعيته، أن يتم بالاعتراف بالمؤسسات الشرعية وهي مؤسسات المعارضة السورية التي تمثل الشعب السوري على الأرض أو في حقيقة الحال، لإحساس النظام بأنه فقد شرعيته كليا وليس عبر العقوبات أو عبر الإدانات فقط. لكن سيد عهد، هنالك أيضا تصريح الرئيس أوباما ذكر بأن سوريا ستكون أفضل من دون الرئيس بشار الأسد. هنالك تصريحات متتالية من قبل جهات دولية متعددة تقريبا تنزع الشرعية عن الرئيس بشار الأسد، لا يجب أن يكون الأمر مباشرا، كيف تنظر إلى الأمر؟ أنا كما قلت في البداية أن هذه الخطوات هي إيجابية ولو كانت متأخرة. أيضا نحن يعني نثمن المواقف العربية الأخيرة وإن كانت أيضا متواضعة، موقف السعودية، الموقف الكويتي وأيضا الموقف التركي، لكن حتى الآن لا يوجد حزم كبير باتجاه الأسد. اليوم داود أوغلو زار دمشق وزار حما السفير التركي وقال بأن الدبابات انسحبت، وبعد خروجه بساعات عادت الدبابات. المشكلة أن بعض من أطراف المجتمع الدولي لا زالوا يصدقون بشار الأسد، وهو شخص امتهن الكذب على شعبه وعلى المجتمع الدولي. فهذه النقطة الأساسية، على المجتمع الدولي أن يرسل رسالة حازمة بأن هذا النظام غير شرعي وأنهم لم يعد يصدقوه. اليوم فقط اليوم يعني أنهم يعني ينظرون وكأن المشكلة هي لعبة بالحارات، يعني بعد أن دخل السفير التركي إلى حما وبعد أن خرج عادت الدبابات لتعود إلى المدن. نعم، الذكر تصريح وزير الخارجية السوري بأن سوريا سوف تخرج أقوى مما كانت عليه، هل تعتقد فعلا بإمكانيات خروج النظام السوري من هذه الحالة بنظام مستقر مع بقاء الرئيس الأسد، أم تعتقد فعلا بأن هذه خطوات فعلية لانهيار النظام؟ أنا ما أعتقده بأن النظام سوف يسقط عاجلا أم آجلا، وإن بقي هذا النظام فحقيقة الأمر والوقائع تدل على أن النظام لن يكون نظاما قويا. هناك مشاكل اقتصادية كبيرة حاليا في سوريا، القطاع السياحي مضروب بالكامل بسبب ممارسات هذا النظام، العقوبات على المصرف المركزي والعقوبات التي ستأتي على قطاع الطاقة. نحن لم نتعود من النظام السوري سوى الشعارات الرنانة والكلمات التي لا تتكل ولا ترتكز على أي أرضية أو أي وقائع. فلا أعتقد أن النظام السوري سوف يكون أكثر قوة، لكن نعتبر بأن رحيل بشار الأسد سوف يجعل من الدولة السورية أكثر قوة. طيب سيد عهد، كيف يمكن إذا افترضنا من زاويتين، ما هي الأشياء التي يمكن أن تبقي النظام الحالي في مكانه، وفي نفس الوقت ما هي الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الشعب السوري لإسقاط هذا النظام؟ أنا باعتقادي بأن الخطوات التي سوف يقوم بها الشعب وسوف تؤدي إلى إسقاط النظام هو خروج كل من مدينتي دمشق وحلب بشكل أكبر من ما هو عليه الآن، وخاصة هنا التوجه إلى مدينة حلب حيث لم تخرج بشكل كبير، وهناك عدة أسباب. أحد هذه الأسباب
تمركز الأمني الشديد في مدينة حلب ووجود عصابات الشبيحة التي تتمركز حول المساجد وحول مراكز التظاهر، لكن نحن نؤمن أن حلب أو الوقائع تدل أن حلب الآن بدأت بالتظاهر. حلب تشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا لدى النظام السوري، وأيضا نشجع طبقة التجار في كل من دمشق وفي حلب على الانضمام لهذه الانتفاضة، لأن مصيرهم مع الشعب ومستقبلهم مع الشعب وليس مع هذا النظام الراحل، كما تثبت كل الوقائع على الأرض، وكما يعني المجتمع الدولي كله يتجه وحتى الدول العربية نحو محاصرة هذا النظام، فمستقبلهم مع سوريا ديمقراطية وليس مع نظام دكتاتوري. نعم، هل تعتقد أن لدى النظام بصورة ما، أنت تتحدث الآن عن انهيار وشيك للنظام، لكن يبدو النظام في الداخل واثقا بقدرته على الاستمرارية، بصورة ما لو نظرنا إلى إمكانية بقاء هذا النظام، ما هي الأدوات التي يمكن أن يقوم بها النظام الحالي للحفاظ على بقائه؟ هل يمكن أن يقوم بإصلاحات؟ هل يمكن أن يقوم بانسحاب؟ هل يمكن أن يوقف نزيف الدم؟ هل يمكن أن يستجيب للنداءات الدولية؟ ما الذي يمكن أن يقوم به النظام للبقاء في مكانه؟ نحن نتمنى أن يوقف نزيف الدماء، لكن كل الوقائع على الأرض لا تثبت ذلك منذ بداية الأحداث في منتصف آذار وحتى الآن، ولم تجري أي إصلاحات حقيقية على الأرض، لم نسمع إلا الشعارات الرنانة والكلام الفارغ، لم يتم أي إصلاح حقيقي، الاعتقالات لا تزال تجري، القتل لا يزال يجري، اليوم قتل أكثر من 24 شخص حالا في نفس الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية التركي دمشق. لا أعتقد أن النظام يمتهن أي حل سوى الحل الأمني، هو نظام وصل إلى السلطة عبر الدبابة والعسكر ويعتقد أنه سوف يحافظ عليها بهذه الطريقة، هو يحاول تطبيق تجربة الثمانينات معتقدا بأنه سينجو كما نجا في الثمانينات، لأنه نظام خارج من التاريخ وخارج من الواقع، لا يعرف بأن الوقت حاليا مختلف، لا يعترف الآن بأن كل المجتمع الدولي يشاهد ما يجري في سوريا وحتى الدول العربية، والآن الموقف المتطور حاليا هو موقف الدول العربية المتمثل بالمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية وحتى الأزهر، فهناك موقف شديد اتجاه هذا النظام، والنظام كما قلنا لا يأبه، لا يعرف سوى الحل العسكري، وهذا ما لا ينفع في سوريا. إذا السيد عهد الحمدي الكاتب والمحلل السياسي السوري ضيفي من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا لك.